نصبح على حضرتكم مرة تانية. البعض بدأ يهتم مؤخرا بالحديث عن الفيروس المخلوي التنفسي، وده بعد ما أصدرت وزارة الصحة بيان قالت فيه أن قطاع الطب الوقائي في الوزارة أجرى مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، واتضح أن 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي. خلينا نتعرف أكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن هذا الفيروس وعن علاقته بفصل الشتاء. بنصبح عليك يا فندم، صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، بس انت اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك دكتور عوض. يعني ايه هو هذا الفيروس؟ هل ليه علاقه بكورونا او اعراض كورونا؟ وليه ظهر على الاطفال؟ اسئله كتير جدا ربما بتدور في ذهننا حول الفيروس المخلوي الجديد. اتفضل. شوف يا فندم، هو احنا عندنا مجموعه من الفيروسات اسمها فيروسات التنفسيه، أو الفيروسات التي تؤدي إلى بعض الأمراض في الجهاز التنفسي. مجموعة مش قليلة. يمكن إحنا طبعًا إنفلونزا مشهورة قوي، عشان كده كل المجموعة دي بتعمل أعراض بيسموها بالإنجليزي إنفلونزا لايك إلنس، يعني الأمراض التي تشابه الإنفلونزا. على رأسهم طبعًا فيروس الإنفلونزا. وفيروس الانفلونزا ده فيه منه انواع. يمكن الناس دايما بتتكلم على كورونا وكورونا دلتا وكورونا اوميكرون والكلام ده كله. نفس الشيء. الانفلونزا في منها انواع كثيره جدا. يعني اشهر انواع الفيروسات بتاع الانفلونزا انفلونزا الف وب وجيم ودال. اشهرهم واخطرهم وهو اكثر بيعمل اكثر انواع التهابات الجهاز التنفسي هو انفلونزا الف. وتحت انفلونزا الف في انواع كثيره جدا. لو عملنا تباديل وتوافيق هنلاقي ان انفلونزا نوع انواع فيروس الانفلونزا في منه 256 نوع. هو انفلونزا الف لكن في منه انواع كثيره. ثم طبعا اشتهر جدا الفتره اللي فاتت الفيروس كورونا وانواعه المختلفه. في بقى انواع اخرى منها ما يسمى ريسبيراتوري سنسيتيا الفيروس. دي مجموعة تانية، مجموعة تانية يا فندم غير المجموعة الأولانية. المنطقة طبعا المجموعات كثيرة. أي. عشان كده أنا حبيت أشرح لحضرتك الموضوع بوضوح عشان يبقى واضح إن في أنواع كثيرة جدا من الفيروسات، منها طبعا عارفين الكلام ده كله وعارفين المسببات. صحيح. يعني إحنا لما بيجي طفل أو كبير عنده إصابة فيروسية بنقول المريض او اهله او الاب او الام او الاثنين ان ده نوع من فيروسات الجهاز التنفسي. هم طبعا عايزين الطفل باذن الله يخف، لكن ما يعني ما بتخشش في التفاصيل. لكن الفيروس اللي حضرتك اتكلمت عليه او المشهور او الوزاره اعلنت عنه ده اسمه ريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس. طب دكتور، يعني هو بيعتبر، معلش اكمل حضرتك النقطه دي عشان الناس تبقى فاهمه ما تقلقش. اتفضل اتفضل يا دكتور. ثم في نوع ثاني اسمه ادينو فيروس. فكل دي مجموعات من الفيروسات. فعلا الوزاره لما خدت عينات استرشاديه ومسح طبي عشان تعرف الى انواع، اكثر نوع منتشر حاليا هو ريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس. هل ده جديد؟ لا. هل عامل حاجة يعني جديدة ما حصلتش؟ كل سنة بيحصل كده. إنما طبعا بما إننا حضرتك يا أستاذة بسنت في موسم الشتاء وتغير الفصول، وطبعا كورونا ما زالت في بعض الحالات، فدي عاملة نوع من القلق. لأن طبعا الأطفال كان بيجي لهم حرارة، تكسير في الجسم من الوخيم، نزولهم بيوجعهم جامد، دي أكثر أعراض انتشارا. وطبعا كل ما السخونيه بتستمر يوم او يومين الاهل بيقلقوا جدا. هو ده اللي عمل شويه القلق. حقيقي في اطفال كتير قوي الفتره دي بيعانوا من الفيروس ده، فحابين نعرف من حضرتك يعني هل كده هو التهاب رئوي؟ ولو لا هو بص حضرتك الفيروسات التنفسيه بما فيها الكورونا وبما فيها الريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس والادينو فيروس والانفلونزا فيروس، ما كل ده موجود. يعني احنا اتكلمنا على المسح اللي اتعمل 73% النوع ده ريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس. طب والتانيين مش موجودين؟ لا موجودين. انما
الحالات دي بتبدا باصابات في الجهاز التنفسي العلوي. يعني الطفل بيسخن، زوره بيوجعه، ما زال فوق، مناخيره مترشح، ما زال فوق. بعد شويه ممكن يكح شويه. ليه؟ الافرازات اللي بتنزل من الانف على جوه زوره، ثم التهاب الزور بيخليه يكح شويه. الالتهاب الرئوي حضرتك مقصود بيه التهاب نسيج الرئه نفسيه، اللي هو ما تحت الحنجره، الجهاز التنفسي العلوي في الانف وفي الزور لغايه الحنجره. ثم تحت الحنجره في القصبه الهوائيه. ثم القصبه الهوائيه في منها الشعب الهوائيه. دي لما تلتهب اسمه التهاب شعبي، يعني الشعب الهوائيه. لو وصل نسيج الرئه هو ده الالتهاب الرئوي. معظم هذه الحالات، احنا شفنا حالات كتير وبنسمع وبنتابع، معظم هذه الحالات هي التهابات في الجهاز التنفسي العلوي او في الشعب الهوائي. لسه ما نزلش الرئه. صحيح. عندما يصل الى نسيج الرئه اللي هو تحت الحته اللي فيها الحويصلات الهوائيه والشعيبات، هو ده اللي بنسميه الالتهاب الرئوي. صحيح. طيب دكتور عوض، لماذا يصيب الاطفال يعني بشكل اكثر؟ وهل هناك اصابات رصدت بالبالغين ولا ما فيش؟ طبعا الكبار فيهم طبعا كتير، لكن طبعا الانزعاج بيجي للاطفال، ما يحصل في الاطفال. الطفل طبعا ضعيف، الشعب الهوائيه ضعيفه، وبعدين الاعراض بتبقى الاهل بيخافوا جدا من الحراره. انما اللي عايز اقول حكايه، سالت سؤال مهم جدا في الاطفال اكثر ليه او مرصود اكثر ليه؟ بالظبط. عشان المدارس والحضانات. الاطفال بينزلوا من البيت الصبح بدري قوي، في ناس بينزلوا ساعات قبل الستة، بيبقوا نازلين من الفرش دافي قوي، البيت دافي، ويخرجوا مره واحده الصبح بدري، بتبقى فيه رطوبه شويه، في تيار هواء شويه، فالاطفال بيتعرضوا لتغيير مفاجئ في درجات الحراره. فبيجي لهم نزلات برد. ونزلات البرد اللي احنا اتكلمنا عليها في جهاز التنفسي العلوي، اللي هي غالبا بتبقى فيروسيه، ده غير الزكام، الزكام حاجه ثانيه. فطبعا لما المدارس بيروحوا الاطفال، وكل فصل فيه اثنين ثلاثه. صحيح. والناس بدات تتكلم ده منتشر بين الاطفال، لكن في الحقيقه سيادتك كل سنه في هذا الموسم الانتقال من الخريف الى الشتاء او من الربيع الى الخريف وهكذا، كل التغيير المفاجئ بيؤدي الى اصابات الاطفال. طب اشمعنى الاطفال في المدارس؟ انا قلت سيادتك سبب التغيير المفاجئ. السبب الثاني بقى ان الاولاد موجودين في الفصول. واحنا في الفصل في الدنيا بقى يعني برد او هواء، فالفصول مقفوله. فاي واحد او اثنين موجودين في الفصل بيقعدوا زمايلهم. نفس الشيء في الحضانات. فهي دي اللي بتخليها الظاهره موجوده، انما انا باكد لحضرتك انها حاجه طبيعيه وبترصد كل سنه، لكن هو القلق من الميكس ما بين الانفلونزا وبين هذا الفيروس وبين كورونا، هو ده اللي عمل نوع من القلق في بعض الأسر. طيب يعني الامهات يا دكتور بيتفرجوا علينا دلوقتي، ازاي يقدروا ان هم يحافظوا او يرفعوا مناعه الاطفال دول؟ وهل في لقاحات مثلا للفيروس المخلاوي ده؟ شوفي حضرتك، سؤال مهم جدا. شكرا لحضرتك. اولا نصيحتي نمره واحد، لو طفل عنده برد او زكام، وخصوصا لو في اطفال زمايله يعني اخواته مثلا، المفروض نبعده شويه عشان ما يعدهمش، ما تنتقلش العدوى. هي عدوى تنفسيه زي كل امراض الجهاز التنفسي، بتنتقل بالعطس والرشح وافرازات الجهاز التنفسي والاحتكاك المباشر. ادي نمره واحد. النظافه الشخصيه، يعني الطفل ده نعلمه ازاي يغسل ايده بعد العطس او الرشح، او يكح او يعطس في مناديل ورقيه ويتم التخلص منها حتى لا تنتقل العدوى، سواء في البيت او في المدرسه او في الاتوبيس. اتوبيس المدرسه ايضا مقفول، ولو اي واحد فيهم من الاطفال هيعطس هيعدي 3 4 5، والاربعه دول هيعدوا ناس تانيه. واكرر لحضرتك تاني حاجه مهمه قوي
هناك فرق بين العدوى او الانفكشن بالعدوى ثم انتقال المرض الى الانسان. بمعنى ايه؟ بمعنى مش ضروري ابدا كل واحد، افرضي سيادتك ان في طفل في البيت او في الفصل عنده هذا الفيروس او اي نوع اخر من الفيروسات، التانيين موجودين برضه، يعني ده موجود والتاني موجود والتالت موجود والانفلونزا موجود. حضرتك مش ضروري كل واحد يتعدي يجيله المرض، لكن في ناس اكثر عرضه يجيلهم المرض. فالاحتياط الاول اهم حاجه منع انتشار العدوى، اللي هي نعلم الاطفال والاسر ازاي يتبعوا الاجراءات الوقائيه ما عند خروج الطفل من الدافي الى الهواء او العكس، واذا اصيب الطفل ببرد او زكام او باعراض المرض اللي هي كلها متشابهه المفروض لازم يقعد في البيت يومين ثلاثه حتى لا ينقل العدوى الى زمايله في المدرسه، نمره واحد. نمره اثنين، حتى لا يصاب بالمضاعفات اللي سيادتك زي ما اتكلمت عليها وزي ما قلت لحضرتك، ينتقل عن طريق الشعب الهوائيه او يوصل للرئه ويعمل التهاب رئوي. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه، اول ما يصاب بالاعراض خصوصا اذا كان فيها ارتفاع في درجه الحراره لابد من استشاره الطبيب اللي هو بيتعاملوا معاه عشان يديهم العلاج المظبوط، عشان ما نقعدش ناخد ادويه ونبعت نجيب ادويه برد ومش ادويه ايه ونخاف ندي الادويه وهكذا. يعني ساعات الامهات بتبقى قلقانه جدا من اعطاء الدواء نفسه. في المراحل الاولى اذا كان المرض مجرد هو فيروس بس الطفل مش محتاج مضاد حيوي، لكن اذا وصل الى التهاب الشعب الهوائي او الرئتين والدكتور شك ان ده التهاب بكتيري وليس فيروسي، في الحاله دي الطفل هيحتاج المضاد الحيوي اللي الدكتور هيديهوله. دي نمره اتنين. سالت سؤال، هل محتاج تطعيمات معينه؟ اولا التطعيمات الروتينيه اللي الوزاره بتديها في اوقات معينه ومسجله لابد الاطفال ياخدوها. انما اعطاء تطعيم الانفلونزا الموسميه او اعطاء، طبعا الدوله حاطت في السكيدول بتاعها نوع من انواع التطعيمات ضد الالتهاب الرئوي، وبعد كده الالتهاب الرئوي الثاني يتعملوا تطعيم روتيني. انما تطعيم الانفلونزا الموسميه لبعض الفئات مش لكل الناس. صحيح. مين هم؟ لو كان الطفل عنده التهابات تنفسيه متكرره، لو كان الطفل عنده حساسيه في صدره، لو عند الطفل عنده امراض مناعيه اخرى وهكذا، ده لازم ياخد تطعيم الانفلونزا الموسمي. صحيح. شكرا لك يا دكتور. الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا لحضرتك.